سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا. السلام عليكم ورحمه الله. ازول فلاوي. الحديث اللي اجراه نورد محمد حموده مع قناه الحياه ودار بالبلاغ كبيره، خاصه لما تكلم مع الامير عبد القادر، خلينا نتسائلوا عن صمت العصابه على ازلام من ازلامها اللي يطاولوا على تاريخ الجزائر وعلى المجاهدين وعلى رموز الدوله الجزائريه في التاريخ، رموز تاريخيه. لما تجي نعيمه صالحي وتقول انه احد ابطال التاريخ الجزائري، ما نذكرش اسمه حتى ما نستعملش الكلمه اللي استعملتها هي، تقول انه كان كلب عند الرومان، ما نذكرش اسم حتى ما نرطوش به، تقول كان كلب عند الرومان، ولا واحد تحرك ولا واحد قال حبسي. لما تجي تسب منطقة كامل تقول هادو زواف وهادو كذا وهادو كذا، ولا واحد يتكلم. لما تجي تمس في الوحدة الوطنية، يعني هاك تقول لك القبائل ما نزوجوش منهم وما نتاجروش معاهم وما نكلموهمش، ولا واحد من العصابة الحاكمة تحرك، بالرغم انه زوج محامين رفعوا دعوة، محامين هذو ما رفعوا دعوة ضدها. لليوم ما كان والو، معنيه تكلم. يطلع علينا سي بن قرينا، اسمع اخويا، يسب اللغة الامازيغية، يسب منطقة القبائل كامل، يردها الدشرة ويردها الاخر، يسب الحراك اللي مدسر، يسب المجاهدين، ويزيد يجي يطاول على رجل اللي كما يقولوا جزء من حياة من جسده خلاه في الثورة من أجل استقلال الجزائر، باش تحرر الجزائر، ويجي واحد رخيص كما بن قرينا يطاول عليه ويقول له انت ماكش أمين عام، روح دير كونغري وانت راك دا وانت راك دا، ويسيب روحه وحده الأمين العام للمجاهدين سن كبير مريض، قال لك أنا نطلع سانكيتاج ونحبس سانكيتاج، ماهوش ساكن في الكلوب دي بان، ولا وسيلة إعلامية من تاع الأنذال وأزلام العصابة راحت كلمته، ولا قضاء التليفون استدعى هذا بن قرينا، ولا شيء. اسمعوا وش يقول الامين العام للمجاهدين عن هذا الموضوع. قرينا على كل بالك كان غلبوا ب 50 سنه في العمر ولا 40 سنه، هذه واحده في الجسم نتاعي فوتي على هذا البلاد على الجيري، فهمت؟ هو راه صحيح لاباس عليه، راه سبورتيف. انا ساكن العماره بشكالي كل صباح المرأة تشدني من اليد باش نهبط شكالي باش نروح نمشي، وشحال من خطرة نطيح باش نجي هنا ولا نروح في مكان آخر. هو ساكن على حسب المعلومات اللي عندي ساكن في كلوب ديبا، ما كانش تقسيم الغنيمة، كلمة الغنيمة ما تنذكرش في 62 في 62، خاطر صورة التحرير باش تحرر الشعب بأكمله. والرجل هذا وصل لوقت وين يعطي دروس، خاطر قرا كان في الحزب الحماس، برنامج اللي قدمو يوعد الناس للجنة، الو في النقطة هذه نتاع الجنة يكون راجل أخي راه في حماس، يكون تاع حماس، وحماس هذا حماس هذا ينتمي حتى الحماس اللي راه في غزة، يروح لغزة يكافح الصهيونيين ويستشهد ويروح للجنة ويدي 70 جزائري، ما يوعدش الناس اخرين للجنة، وهو يبقى في كلوب ديبان في طرف البحر
وبقرض نتاع ملاير بصورد نتاع الشعب. نعم. يتمشى بصورد نتاع الشعب نتاع الشعب، وربما كما داروا الناس قبلوا هو اللي داو قرض في الافنداء لو فون ناسيونال دو ديفلوبمون اغريكول زمان اللي فيها فيها سعداني في الفون هذاك شوار نتاع الفون هذاك وصلوا للنوي ودروك راهم في المخزن في المغرب. انسان ماهوش مربي، ماهوش مستوى واحد. نعم ماشي مستوى واحد. انا درت واجبي، هو ما دارش واجب نتاعو. قال باللي انا من شوتيان با، ما نأيدش الحكومة الجزائرية. فهمت؟ أنا الحكومة الجزائرية وين نأيدها الحكومة الجزائرية؟ فهمت؟ أنا مانيش من ديوان صالحين كما هو. ما نعرفش نضرب البندير. صح. باش نضرب البندير ولا نضرب الطبل. نعم. الطبل مانيش بجميلة. يعطيو العلف للناس اللي ما يستاهلوش حتى تبن. نحمدو ربي يزمنا نصليو ركعتين. لله سلكنا منه ما خرجش رئيس الجمهورية. الحمد لله ربي، خاطر لو كان رئيس الجمهورية ربما يبعث كونفوكاسيون الناس الكل يخرجوا للشارع ويديروا بلافونتر. الانسان كيما هذا ميكي كيما هو باش كيشبه الميكي، مش هو من جهة معينة. وانا الجهة هذه انا نظرها هي في الخارج متابع الاخوان هذا فوالا راه من الخارج راهو مشيوه راهو دابور عطالو درس لبنجرينا ويقولو روح راك روح حارب وبين روحك روح لغزة حارب. سمعت؟ لأنو السيد هذا حارب، هذا ما ترباش في كلوب ديبا هذا كيما بنجرينا، هذا طلع للجبل. سمعت؟ طلع للجبل خلى جزء من الجسد تاعو في الجبل باش هو يبقى ساكن في 5 ميتاج بلا اسانسور والماء ما يطلعش ونعرفوا المشاكل كيفاش. وسي بنجرين سوف كلوب ديبا ويدي الكريدي تاع الدراهم ويدي كذا ويعطي له القاعه البيضاويه باش يضرب الناس بالكابريس ويزولوا 40 مقعد في البرلمان كله بالتصوير. فهمونا وين ماشيين وين باغيين تمشيو. حابين تقسموا البلاد يخرجوها طاي طاي، معولين على واحد كيما هذا ميكي يخرجوها طاي طاي قل معولين عليه. يعني البلاد هذا لا، يعني سي عمران طلع للجبل باش يجي واحد كيما هذا يسبو، ولا واحد قال لك كيفاش تسب انت راجل مجاهد، هذا راه كان مجاهد لا يعني. يجي يطاول عليه ويسب ويجي يسب منطقة كاملة ويلاح. هذا ما يحدث غير في بلاد يحكموا فيها الفويوات. وتقولوا لي وعلاش تقول عليهم فويوات؟ وتقول لي وعلاش تقول عليهم فويوات؟ ما صرات في حتى دولة في العالم انه يجي واحد نذل يطاول على مجاهد، يطاول عليه ويطيح له القدر ويسب منطقة دفعت ثمن الباهظ من أجل تحرير البلاد باش يجي هذا النذل يسبها من بعد. ربي يقدر الخير لبلادنا وربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.